بس من ساعة كلام. هي الآن انقسم قسمين، نروح ندور بعد حبيب إن شاء الله ما يجي في الليل لو بيننا إن شاء الله. إن شاء الله. وأنا شاسير أبلغ في قسم الشرطة. يا غياث بلغ بالقسم القريب من المنطقة اللي ضع فيه بها حبيب. صح، ممكن. هيا لو كان أبوه انتبه له ما كان ضاع، لكن ذي نهاية اللي يخليه في دبيز. هطا خليك الفتنة اللي ما مناش. هيا الآن كل احنا نتحرك ونروح ندور بعده. حسام سعيد من دول بوفيا يلا. Thank you.